في هذا الفيديو سنذكر عدة حقائق قد تكون لا تعرف عنها عن المغرب. تعتبر المغرب نقطة التقاء بين شمال أفريقيا وأوروبا، فثقافتها تمتزج بين الرومانية والفرنسية والعربية والإسبانية والعديد من الثقافات الأخرى. إليكم بعض الحقائق المدهشة عن المغرب. تعتبر المغرب من أكبر أهداف مخرجي أفلام هوليوود، حيث تم تصوير العديد من الأفلام والمسلسلات في المغرب مثل Game of Thrones، وحتى بوليوود أصبحت تدرك جمال المغرب لأفلامها. رغم أن المغربي في القارة الأفريقية، إلا أن المغرب ترتبط بالثقافة الأوروبية بالتحديد الإسبانية لبعدها عن القارة الأوروبية 8 أميال فقط عبر مضيق جبل طارق. ولا ننسى الاستعمار الفرنسي للمغرب، فاللغة الفرنسية هي اللغة الأم في المغرب. التعدد الثقافي المذهل في المغرب له تأثير كبير في المجتمع، فسكان المغرب يتحدثون يومياً بثلاثة لغات. مثلاً عندما تكون في مدينة معينة تشعر وكأنك تسير في مدينة ليون الفرنسية، وعندما تنتقل إلى مدينة أخرى في الشمال ترى أجواء أندلسية حيث يتحدثون اللغة الإسبانية. الكثير من أكبر وأشهر الكتاب التاريخيين كانوا يذهبون إلى المغرب للكتابة، حيث كانوا يجدون الإلهام والإبداع الفني في أجواء المغرب. أقدم معاهدة صداقة هي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فالمغرب كانت أول البلاد التي اعترفت بالولايات المتحدة كدولة في ديسمبر من العام 1777. هناك القليل من سكان المغرب يملكون حمامات خاصة بهم في بيوتهم، لأنهم يستخدمون الحمامات العامة حيث يتلقى كل شخص بعد الاستحمام جلسة تدليك. أندر أنواع الخشب لا يمكن إيجادها إلا في سفوح جبال أطلس الغربية، وهذا النوع من الأخشاب النادرة تستخدم في سيارات رولز رويس كلوحة ديكور داخل السيارة. مدينة مراكش تسمى بالمدينة الحمراء لأنها حتى خلال فصل الشتاء تحتاج إلى الحماية من أشعة الشمس، خصوصا لأولئك الذين تصيبهم الهيموفيليا، ولكنها قد تكون مراكش المنتجع المثالي للتشمس لوجود معالم دينية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.